شيخ فلاحات، حياك حياك الله، الله. أهلا وسهلا. كنا في المراجعة السابقة قد وصلنا إلى اجتماع مجلس شورى الحزب الذي انفض بعد أن انتخب رئيسا له، يعني رئيس مجلس الشورى ومكتب الشورى. وكان من المفروض أن يجتمع ثانية لكي ينتخب المكتب التنفيذي على فرضية أنك الأمين العام الذي عليه إجماع. نعم، ما الذي جرى؟ احنا قلنا اذا مجلس الشورى اجتمع بعد المؤتمر العام بتاريخ 5/7، وكان هذا الاجتماع متعجلا، وكان مجموعة من الاخوة في اعضاء المكتب التنفيذي الحزب السابق في جلسة للمكتب التنفيذي اصروا على عقد جلسة لمجلس الشورى في 5/7، وهو وقت كان ضيقا وليس هناك اي تفاهم، وحاول الأمين العام السابق يعني تأجيل هذا الاجتماع لكنه لم يستطع، فأصبح مفروضا هذا اللقاء. تم هذا اللقاء لكن قلنا أنه أجل فيه الاختيارات ورفعت الجلسة للتشاور إلى تسعة ثمانية، وهي فترة كافية للتشاور وبعد أن يعود الناس من العمرات وكذا قيل، لكن للأسف المشاورات في هذه الفترة كانت قليلة، وقلت أنه يعني بعد حوالي 20 يوم حتى تم أول اتصال من طرفهم. لماذا من طرفهم ربما يسأل المشاهد؟ لأنهم يمتلكون الأغلبية في مجلس الشورى القادم، وأشاعوا هذا الامتلاك أن لديهم ما يقرب من 45 عضو من أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي يعني هم يعني يستطيعون هذه المجموعة في مجلس الشورى أن توصل أو أن وبالتالي ولا أدل على ذلك من أنهم أنجحوا مرشحهم بالضبط لرئاسة المجلس. بالضبط، فبالتالي ينتظر التواصل منهم، وليس أنا لست راغبا ولا متهالكا ولا طالبا أن أكون عام لألح عليهم، ليس هذا يعني من خلقنا ولا من مهمتنا جميع انتخاباتنا الإخوانية. فكيف إن كنت كارها لهذا الموقع ابتداء لأسباب كثيرة؟ فإذا ضاع الجزء الأكبر من الوقت دون تواصل، ثم تم التواصل الذي أشرت إليه. وأخيرا باختصار يعني يجب أن أخلص أن المراقب العام كان له دور، استدعاني 3 مرات على الأقل أو طلبني، وكان يقنعني بضرورة أن أتحمل مسؤولية الحزب في المرحلة القادمة، وأن الأمين العام ربما يعني يساوي 60% من المكتب التنفيذي، فهو الذي هو الواجهة والذي يستطيع أن يفعل كل شيء. وحتى الأستاذ زكي قال يعني أنت بتعرف الأمين العام بجوز 70% من الحزب، وكل المكتب التنفيذي يشوف ماذا سيفعل، وأنا كنت أمينا عاما وكان المكتب بخلاف معي، فأنت وتحاورنا، قلت أنا لست أنت، يعني أنا سأختلف عنك، أنا أعمل عمل مؤسسي وأنت لك يعني في التاريخ أنك لم تلتزم بما. على كل حال ليس هذا موضوعنا. فإذا الجلسة التالية كانت في 9/8، قبلها طبعا زارني، ذكرت أنه زارني عدد من الإخوة وطلب مني المراقب العام في جلسة من الجلسات أن أخدم الجماعة وأخدم الحزب وأخدم الوطن وأخدم مشروع الإصلاح الذي ملفه بيدي، وهذا سيعطيني فرصة أحسن وما إلى ذلك، في محاولة لإقناعي بهذا الموضوع. ثم خرجت من عنده. أرجو أن أذكر هنا حادثة دقيقة جدا جديرة بالتسجيل. التقيت دكتور عبد الحميد القضاء، وسألني هل اتصلك المراقب العام؟ قلت نعم اتصل بي، فروى لي الحادثة التالية. قال أنا والله اتصل في المراقب العام فزرته وطلب مني أن أقنعك بأن تكون أمينا عاما للحزب وأن يعني تلين بيد إخوانك وأن تشكل المكتب وكذا. قال فقلت له أن يعني الأخ فلان إذا كان توافرت لديه شروط النجاح أعتقد بإمكان الإخوان يضغطوا عليه وسيوافق، بالرغم من علمي بإصراره على البحث عن شخص آخر. فقال له المراقب العام أي شيء، كل عوامل النجاح مهمته في الحزب ستكون متوفرة. وأنا زارني الدكتور عبد المحسن العزام وقال سأتعاون مع الأخ سالم بالمستقبل وسأنجح مهمته،
باختصار قال له يعني أرجو أن تعمل جهدك، قال لي الآن دكتور عبد الحميد بإقناع الأخ سالم في ذلك. طبعا أنا أشعرت دكتور عبد الحميد أن الدكتور همام ناداني والتقيته بعد يوم يظهر من الطلب قبل أن يراني الدكتور عبد الحميد، وعرض علي هذا الموضوع، ثم خرجت من عنده بعد كل هذه النصائح. وهذا الجديد الذي يستحق الذكر الآن هو أن دكتور عبد الحميد قال اتصلت معي جهة من المخابرات العامة تقول لي نرجو أن تستجيب لطلب المراقب العام الذي استدعاك بالأمس أو أول الأمس. اتصلوا في الدكتور عبد الحميد؟ نعم. أن يستجيب لطلب المراقب بأن يأتي ليقنعك؟ لا، أن يستجيب لطلب المراقب العام. فقال سألته وما طلب المراقب العام؟ قالوا هو طلب منك أن تكون أمينا عاما للحزب. قال أولا أنا لو قدم إلي هذا الموقع على طبق من ذهب لما قبلته، لأنني يعني عندي اهتمامات أخرى، وأنا عندي مشروع الوقاية من الأمراض، وبالتالي ليس هذا ميداني. و يعني في إخوان. هل فعلا المراقب طلب منه؟ لا، لم يطلب منه. والمخابرات بألف منهم. إنما ربما يعني هل توهموا، هل صنعوا هذه الحكاية؟ هم بيرصدوا، في عندهم تصنع. هل حاولوا دفع بهذه المعلومة أن يدفعوا دكتور عبد الحميد إلى المنافسة؟ قالوا له التالي: على كل حال يكون معلوم لديك أن المراقب العام طلب سالم، وسالم وافق أن يكون أمينا عاما. فنرجو أن توافق أنت أن تكون أمينا عاما، لأننا لا نستطيع التفاهم مع سالم ونستطيع التفاهم معك في موضوع الحزب بصراحة. طبعا الدكتور عبد الحميد أبلغ الإخوة في المكتب التنفيذي ما جرى معه من اتصال، والآن هو يروي لي ما جرى معه، وكان قد أخبر الإخوة. وهو متأكد أن المخابرات هي التي اتصلت؟ طبعا يعرف من اتصل معه. طبعا يعرف من اتصل معه تماما، و هذا ليس محل خلاف ولا توهم على الإطلاق. يعني المخابرات تريد أن يكون لها يد في تعيين الأمين العام؟ لا، ربما يعني تبحث عن الأنفع للبلد في المستقبل أن يكون أمينا عاما والأكثر استيعابا من شخص والآخر، لكن على كل حال هذه معلومات. هذه معلومات. زارني إذن الأستاذ أحمد الزرقان، وعرفت الآن أن الأستاذ أحمد الزرقان هو مكلف من هذه المجموعة ومخول منها، ولعله رئيس اللجنة التي ترتب انتخابات الحزب في المستقبل. فقال لي باختصار وباختصار شديد الآن: يا أخ أبو هشام، يعني هو مين هالأسماء؟ تعال نشوف مين الأسماء اللي بالمكتب. ثم ذكر لي ستة من المطلوب الآن، ثمانية أعضاء المكتب، والأمين العام تسعة. الأمين العام لا خلاف عليه سالم، والآن تعال نتحدث بالثمانية. طبعا فذكر لي الأسماء التالية، هذه للتاريخ يعني من ربما، فذكر لي الأسماء التالية: ثلاث أعضاء أو ثلاثة أعضاء من المكتب السابق محسوبين على جناح الألف مثلا أو القيادة، جناح الصقور. نعم، الأستاذ محمد الزيود ومراد العضايلة ودكتور موسى الوحش، كانوا أعضاء المكتب السابق، الآن نقول السابق، بينما لم يرد اسم أي شخص من أعضاء المكتب السابق سوى هؤلاء الثلاثة من المجموعة الأخرى التي كانت في الدورة السابقة. فقال هؤلاء الثلاثة، وأنا أخذت ورقة وكتبت هؤلاء الثلاثة 1 2 3، ثم قال اكتب الأخ جميل أبو بكر والأخ عزام الهنيدي، فأصبحوا خمسة. وألا تريد أنت الأستاذ أحمد الكفاوين؟ قلت أنا ما طلبت لا أحمد الكفاوين ولا ذكرت اسم أي شخص من أعضاء المكتب لأحد حتى اللحظة، لكن الذي ذكر اسم أحمد الكفاوين هو فضيلة المراقب العام. ذكر لي زكي بن رشيد أن الأخ زكي بن رشيد أن المراقب العام قال له: لما لا تأتوا بأحمد كفاوين؟ طبعا أنا قفزت عن أحداث كثيرة، لأن الأستاذ زكي قال لا يمكن تجاوز الأخ مراد العضايلة إلا أن يكون عضوا في المكتب التنفيذي، وبمعنى اقتراح المراقب العام أن يأتي شخص من الاتجاه الآخر
كأنما هو ليعادله. لا يعادل. فقلت أنا ما طلبت، لكن على كل حال الآن صاروا ستة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، بقي عندنا 2. فقلت له بصراحة، طب ألا تريدون مستقلا في هذا المكتب؟ إحنا حزب، كل هؤلاء إخوان، ما رأيك بفلان بفلان بفلان؟ كلما أذكر شخص يقول ربما لا يقبلوه، الشباب لا يقبلوه، الشباب لا يقبلوه، ولا أدري تعبير الشباب جديد هذا. فقلت، فذكرت أسماء الآن منهم، الآن بدي أذكر الضروري للذكر. قلت طيب ماشي الحال، في عندنا شخص مستقل، وإحنا نريد على الأقل لا يكون في المكتب قانوني حقوقي مستقل، يعني هذا المكتب لا يضم، وهذا يقبل على مرحلة صعبة ودقيقة، ومعروف الأجواء التي نحن فيها. فاقترحت عليه اسم عضو في الحزب مستقل، المحامي غيث لمعاني، فهذا أولا مستقل، ثانيا محامي، ما دمت لا تقبل فلان وفلان محامين وكذا ومستقلين، عرضت بعض الأسماء. فطيب هي هذا غيث المعاني، قال هذا شخص غير لا يقبله، لا يقبله. قلت طيب ألا تريدون سيدة أو سيدات في هذا المكتب، ونحن حزب سياسي وهذا الحزب فيه العديد من الأخوات والسيدات؟ فقال الفقه الموجود عندنا حتى اللحظة لا يستوعب أن تكون سيدة مع 8 رجال في إدارات دائمة. قلت كيف لا يقبل؟ من قال هذا؟ هذا غير صحيح، كان في مكتب النواب، في مجلس النواب كان عندنا سيدة وانتخبت بالمنافسة، الدكتورة حياة المسيمي، وكانت مع 15 أو 16 نائب من الحركة الإسلامية، وكانت في مجلس النواب العام، وكان في هذا الفريق للدكتور محمد أبو فارس أكثرنا تشددا، وهذه الأخت كانت في المجلس، فأين المشكلة؟ يجير الفقه. نعم. فقال لكنها لوحدها. وقلت طيب ما رأيك أن نأتي بسيدتين، في عندنا هذه الأخت وفي عندنا سيدات من الوعي والالتزام والقدرة السياسية مميزة فعلا، وهي إضافة حقيقية. قال لكن ثنتين عدد كبير من 8، فهذا عدد كبير يكون سيدات. فقلت إذا كانت واحدة هذا حرام، وإذا كان ثنتين هذا عدد كبير، إذا يعني ما في. لكن على كل حال أنت ذكرت 6 أسماء، أكتب عندك غيث المعاني وأكتب دكتورة حياة المسيمي، فهذا هو الفريق. أنا كتبت هذا في ورقة أمامي، ورقة صغيرة، وأعطيته هذه الورقة وأخذها ووضعها في جيبه ثم غادر. طبعا طرح موضوع زمزم ولابد من حل الإشكالات، صار في حوار عليها، لكن أخذ هذه الورقة ثم غادر ولم يكلمني بعد ذلك، لم يكلمني بأن نأتي بفلان بدلا من فلان، أو فلانة بدلا من فلانة، أو أي تغيير، لم يكلمني بهذا لا سلبا ولا إجابا. الآن التقى المجلس، مجلس الشورى، في 9/8، وأخبرت بهذا الموعد، واتصلت بأقرب الناس ممكن من أتفاهم معهم، الأستاذ زكي بن رشيد، بل زارني وسألته طيب أنتوا 9/8 جايين وما صار شيء، شو؟ قال لا أطمئن، هذا سيكون مخصصا في الغالب لبحث موضوع غزة وتداعيات غزة. طبعا يعني وليس الانتخاب المكتب التنفيذي، طبعا هو الانتخاب المكتب التنفيذي، لكن قال سيطرح فيه موضوع غزة، وأنا متيقن أنها سترفع الجلسة دون بحث، وسيأخذ الحديث، وأطمئن يعني، لا يعني يتوكل على الله، ما في مشكلة. فعلا اجتمع المجلس، مع أنه أحداث غزة مضى عليها أكثر من شهر، أكثر فترة طويلة، فترة طويلة على بداية الحرب طبعا. ففعلا اجتمع المجلس وطرح جدول عمل لانتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي، وطرح أحدهم وكثير من طرحوا موضوع غزة، فقيل نكتفي اليوم بالحديث بموضوع غزة ونؤجل الحديث باختيار الأمين العام. رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن الذي أصبح رئيسا الآن لمجلس الشورى قال لا بأس، لكن شريطة أن نبحث هذا الموضوع ونستكمل الانتخابات في الأسبوع القادم، يعني في 16/8 لابد أن تكون الجلسة دون تأجيل لاختيار الأمين العام واختيار المكتب التنفيذي والمحاكم.
فرفعت الجلسة إلى 16/8 يعني بعد أسبوع بالضبط السبت القادم لبحث هذا الموضوع. الآن بقي معنا إذن 4 أو 5 أيام، فيهم الجمعة وفيهم يوم اللقاء السبت وفيهم. كتبت أنا الآن ورقة صغيرة ومررتها إلى رئيس مجلس الشورى في اجتماع 16/8، في اجتماع 9/8 وكتبت له بسرعة يعني أن المدة المتبقية قليلة، ولذلك أقترح عليك أن تسهم أنت وتختار معك بعض الإخوة مثل الأستاذ حمزة منصور وغيره من الإخوان الكبار لئلا تفوت الفرصة وتضيع بسرعة دون أن يتم التفاهم، ونأتي إلى المجلس بدون تفاهم. أبقى الورقة عنده وكلم الأخ حمزة منصور: ما رأيك أن أكون أنا وإياك وأبو فارس ودكتور عبد اللطيف نقوم بجهد يعني إنضاج هذه الحالة، وحتى إذا جاءنا بالأسبوع القادم نكون قد انتهى، يكون قد انتهى الموضوع. أنا نسيت أنني عرضت على الأخ أحمد الزرقان التالي وعلى الأخ زكي بن رشيد وعلى الأخ محمد الشحاح ده: لما أنتم حصرتم هذا التوافق والتفاهم بيني أنا شخصيا وبين واحد منكم يأتيني كل مرة واحد؟ لما لا يجلس خمسة إخوان وخمسة من هنا أو أربعة من هنا وأربعة من هناك وتتفقوا على ما تتفقون عليه، وأنا عندها أمر لله سألتزم بما تتفقون عليه. ولا يصح يا أخ أحمد الزرقان أن تتحمل، أنا وإياك نتحمل المسؤولية، فلو اختلفنا وبني على هذا الخلاف لا قدر الله ما لا يحمد عقباه، تتحمل أنت المسؤولية وأنا أتحمل المسؤولية. لما نجعل هذه لا نجعل هذه المسؤولية تحملها مجموعة من الإخوان ولا نتحمل نحن؟ فقال: يظهر الشباب يقولون، الشباب يقولون أنه إذا كان شخص مقابل شخص لم يتفاهما فما بالك إذا اجتمع عشرة. هذا مصطلح الشباب يعني الدولة العميقة. الدولة العميقة، نعم نعم الدولة العميقة. فللأسف فشل مشروع التفاهم الأوسع والأجمع والأنفع والأعقل والأحكم من حديث أي شخصين مهما كانت درجة نضجهما. على كل حال بعد يومين أو ثلاثة مضى السبت، الأحد طبعا الأحد الاثنين اتصل بي الأستاذ حمزة منصور: اتصل بك أحد؟ قلت: لم يتصل أحد. كلمك أحد؟ قال: ما كلمني أحد. مع أنه الأستاذ دكتور عبد المحسن قال لي: ما رأيك أنا وأنت وفلان نقوم بهذا الدور، ولم يتصل حتى هذه اللحظة. فقلت له: اتصل في أنت يا أخي، الأمر أصبح خطير يعني أنا. فاتصل به فعلا ثم أبلغني نتيجة الاتصال أن الدكتور عبد المحسن يقول: يظهر أن الملف الآن بيد الأستاذ أحمد الزرقان، فإن لم يكن لديك مانع أرتب لقاء بينك يا حمزة منصور وبين أحمد الزرقان، هل لديك مانع؟ فقال حمزة، قال الأستاذ حمزة منصور أبو عاصم: ليس لدي أي مانع أن ألتقي مع أي أخ هنا في العقبة في الأردن في خارج في أي مكان من أجل حل هذا الإشكال، لا مانع لدي في سبيل هذه المصلحة مع طبعا ألمه وغضبه لكن يظهر. وهذا اللقاء لم يتم حتى اللحظة، بمعنى أن أحمد الزرقان رفضوا هذا اللقاء. الأستاذ علي بالسكر حاول. أحمد الزرقان من الذي كلفه؟ المكتب التنفيذي للإخوان؟ لا، كلفه الشباب. الشباب كلفوه. هو إيش موقعه في الإخوان؟ عضو مكتب تنفيذي. عضو مكتب تنفيذي، والدولة العميقة هي التي أرسلته. نعم. فعلى كل حال لم يتم أي تواصل. الآن دخلنا إلى يوم الثلاثاء. الثلاثاء فاتصل بفضيلة المراقب العام، قال: أريدك لأمر ضروري. كانت الساعة حوالي 5 مساء وكنت صائما. فقلت: والله الآن الساعة 5 وأنا في مادبة، فيعني شو رأيك؟ قال: طيب بكرة ممكن؟ قلت: ممكن، خلاص بكرة إن شاء الله الساعة 11، غدا الساعة 11 سأتيك في مكتبك. وفعلا الساعة اليوم التالي يوم الأربعاء، احنا الآن الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الاجتماع سيكون السبت. فالأربعاء ذهبت إلى مكتبه وكان متأخرا عن القدوم، لا أدري لما، يعني حوالي ربع ساعة. فجلست في مكتب الأمين السر العام بطلب منه، كان يقابل مكتب المراقب العام، وأخبرني أن سبب الطلب: أتدري لماذا طلبك المراقب العام؟ قلت: لا والله لا أدري ما الذي جرى. وأنا الآن الحقيقة أحس أن يعني هذا العبء بتكليفي بأن أكون أمينا عاما في ظل واضح سألزم بمكتب تنفيذي
أو أرفضه يعني سيكون مشكلة بالحالتين، لكن واضح أنه الآن أنا بدأت أتخفف من هذه المسؤولية، بمعنى ليس هناك اتصال، إذن سيتم الانتخاب وبدون توافق وأنا سأكون خارج هذه الدائرة، وهذا ما أريده حقا، هذا الذي أريده. فقال لي نحن اجتمعنا الأمس بالمكتب التنفيذي للإخوان المسلمين وبلغنا أن الشباب يريدون الأستاذ محمد الزيود أمينا عاما للحزب، ونحن نستشعر خطر هذا الاختيار فيما لو تم. فاجتمعنا اجتماعا وقلنا للمراقب العام يجب أن تتدخل وهذا دورك الآن لتنقذ الوضع بسرعة. فكانت إجابة المراقب العام حسب ما أفادني أمين السر العام وهو حي حتى اللحظة ولا ينكر هذا طبعا، أن المراقب العام قال أنا لن أتدخل لأنكم أفشلتم نصيحتي وتدخلي في المرة السابقة عندما قلت لكم لا تختاروا الدكتور عبد المحسن العزام رئيسا لمجلس الشورى ولم يسمع لرأيي وفشلوا رأيي وبالتالي أنا لن أتدخل. قال لكننا ألححنا عليه بأن الموضوع الآن أصعب من قصة رئيس مجلس الشورى، الآن اللي في الواجهة الأمين العام، ولا بد من أن تتواصل مع أبو هشام وتنهي هذه القضية. جاء الآن المراقب العام بعد 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة، فدخلت إلى مكتبه فكرر الطلب من جديد والاستعداد للمساعدة والدعم البشري والموقف السياسي وكل ما يستطيع في تسهيل هذه المهمة. طبعا أبديت له أنه لم يتصل أحد، ويظهر أن موضوع المكتب أنت لم تقبل أن يدخل في مكتبك شخصان من 9، فكيف أنا سأتعامل مع مكتب لا أختاره؟ هذا مشكلة. قال اطمئن، أنا أؤكد لك أنك بعد أن تختار بالتزكية أمينا عاما عندها رشح من تشاء لفريق العمل معك، ولا تلتزم بالأسماء التي كانت تتردد في السابق، وأنا على يقين، أنا مسؤول عن كل حرف بالكلمات هذه وغيرها على فكرة، وأنا على يقين أن 95% من اختيارك سيفوز بانتخابات مجلس شورى الحزب، وتوكل على الله، أنا أعرف الصورة تماما. قلت طيب، وحجر زمزم ستبقى أمامي في باليوم الأول؟ لا، والآن المحكمة ردت القضية، والآن فالآن أصبح بإيدك يا أبو موسى وبإيدكم ننتهي من هذا الموضوع، تجعلونا ننطلق ونحن معكم في المكتب التنفيذي في حال لو خالفت زمزم أو لم تلتزم، وإذا خالف أحدهم الآن سيحاكم باسمه، وليس أنه من زمزم، سيحاكم باسمه، ولا يقال أن الحركة الإسلامية تمنع الاجتهادات وتمنع المبادرات وتمنع. فقال توكل على الله، لن نكون عائقا في التفاهم في هذا الموضوع، احنا الآن خلينا نحل هذا، فأريد منك جوابا. فقلت له إذن أمهلني حتى لا نصلح هنا ونفسد هناك، دعني أوصل هذه الرسالة للإخوة وعددهم ليس بالقليل حتى أهيئهم لهذه الحالة، وسأتصل بك إن شاء الله وأنا بحملك المسؤولية في المستقبل. هذا الكلام إذن يوم الأربعاء، أصبحنا الآن تقريبا بعد الظهر يوم الأربعاء. يوم الخميس أخبرني أحد الإخوة بأنه اتصل به الأخ محمد الزيود وطلب منه أن يكون في المكتب التنفيذي للحزب معه، يعني بدأ يعين، بدأ يختار. فقال له هذا الأخ الدكتور، قال له لكني يعني كل البلد تسمع أن الأمين العام القادم هو الأخ فلان سالم. قال في حال رفض الأخ سالم تكون أنت معي، في حال رفض العرض، رفض يعني أن يكون أمينا عاما. انتهت الحالة. الآن احنا التقينا كل يوم الخميس، عندنا اجتماع لمجلس الشورى الإخوان لبحث المسائل الحميدة، ورقة المسائل الحميدة التي تحدثنا عنها قبل قليل. جرى هذا اجتماع مجلس الشورى، رفعت الجلسة، حصلت المشادة الكلامية بين أخوين كريمين في المجلس، غادرنا المجلس بعد رفع الجلسة بالطريقة التي ذكرناها، لكن بعض الإخوة استبطأ الأخوين المختلفين وجلسوا في المركز العام وأصلحوا بين الأخوين الكريمين، وكان من الحاضرين الذين قاموا بهذه المهمة الأخ مراد العضايلة،
والأخ علي أبو السكر والأخ سعادة سعادات والأخ محمد الشحاح ده، ولا أدري من كان معهم، طبعا الأخ حسان ذنيبات الآن، الأخ أيمن أبو الرب، واللذين قد اختلفا في الجلسة، فأصلحوا بينهما. ثم قال الأخ مراد حسب ما نقل لي الدكتور محمد الشحاح ده والمهندس حسان ذنيبات: بالله عليك يا حسان تذهب إلى أبي هشام وتقنعه بأن يكون أمينا عاما بالتزكية، ثم يطلب رفع الجلسة لساعات أو حتى ليوم أو يومين فيكمل ترتيب مكتبه. هذا الطلب إذن ممن؟ من مواد الأعضاء. بأي صفة؟ بصفته ماذا؟ يعرف بواطن الأمور، على اتصال وثيق بالدولة العميقة، بالتأكيد أنه على اتصال، وأنه على كل حال هذا أنا أصف. على كل حال فجاءني الآن الساعة 10:30 أو 11:15 تقريبا يوم الخميس مساء الأخوان الكريمان حسان ذنيبات، المهندس حسان ذنيبات، والدكتور محمد الشحاحدة، محمد الشحاحدة عضو المكتب التنفيذي الحالي للإخوان لا يزال حتى اللحظة. طيب خلينا نكمل القصة بعد فاصل قصير إن شاء الله. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. تتصاعد الأحداث في العالم العربي، يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى، ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار. نتابع الخبر الفلسطيني، نحلله ونبحث في تفاصيله، وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان. بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط، وينشغل العالم بالربيع العربي، وفي زحمة هذه الانشغالات تفتح قناة الحوار بوابة على إفريقيا. ملفات إريترية يأتيكم الأحد الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. أبو هشام، وصلنا قبل الفاصل إلى أن جاءك الأخوان اللذان وسطهما مراد العضيلة، نعم، ليطلب منك الموافقة على أن تكون أمينا عاما، نعم، ولكن تطلب رفع جلسة مجلس الشورى، نعم، لاختيار المكتب. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ نعم، كان هذا حوالي الساعة 11:45 مساء، مساء يوم الخميس. فهل اتصلت بأبي موسى؟ قلت لم أتصل بعد. فذكر لي الحادثة نختصر بأن الأخ فلان مراد العضائلة يقول كذا وكذا، ومن حسن يعني من علامة الصدق وحسن التوجه أنه يقول فليطلب رفع الجلسة ويرتب فريقه وننتهي من هذه القضية. فعندها اتصلت بالدكتور همام سعيد أبو موسى المراقب العام، وقلت له: دكتور أبو موسى، ما طلبته مني بالأمس توكل على الله، لكني أحملك المسؤولية أمام الله عز وجل أن تقف يعني معي لإنجاح هذه المهمة. فقال: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وأثنى علي بالموافقة. أغلقت الهاتف الآن وانصرفنا كل إلى بيته الخميس ليلا. في صباح الجمعة
اتصل بأحد الإخوة قال التالي: اتصل الأخ محمد الزيود بالأخ المحامي غيث المعاني وعرض عليه أن يكون معه في المكتب التنفيذي للحزب. هذه غير الأولانية ولا نفسها؟ هذه جديدة، لأنه قلت له أنه في واحد برضو اتصل فيك وقال لك أنه عرض عليه. هذه الثانية، هذا واحد ثاني. هذاك دكتور عدنان حسونة. وهذا غيث المعاني. غيث المعاني لعلك سمعت الاسم قبل قليل. أنني عرضت عليهم غيث المعاني فقالوا هذا ربما لا يقبله الشباب. أي نعم. وهو مستقل. لأنه مستقل. وهو مستقل وهو محامي، قال ربما لا يقبله الشباب. وهو عرض ومع ذلك عليه. كتبت اسمه وأخذها في الورقة التي هي معه وقال هذا لا يقبله الشباب. إذن لكن المحامي غيث المعاني قال أنا مستقل وأنا لا أتي على خلاف بينكم كإخوان، في حال توافقتم أنا جاهز، لكن إذا كان في خلاف أنا لا أتي، لن أتي. ثم وجدت رسالة على هاتفي من إحدى الأخوات، واحدة من الأختين اللتين ذكرتهما أنا في المفاوضات بأن تأتي فلانة وفلانة، فأرسلت لي رسالة أنه اتصل بي الأخ محمد الزيود وعرض علي أن أكون في المكتب. هذول أخذوا اقتراحاتك وطبقوها. فطلب مني أن أكون في المكتب، فقالت مكتوب هذا على هاتفي لا يزال معي الآن، إن كانت واحدة المطلوبة واحدة فالأولى مني الدكتورة حياة المسيوي، وإن أردتم سيدتين فيعني لا بأس، لا مانع لدي في أن نعمل. فقالوا طيب ولتكن هذه الرغبة، فاتصلوا بالدكتورة حياة على أن تكون هي والدكتورة ديمة طهبوب ثنتين يعني سيدتين في المكتب، فرفضت الدكتورة حياة المسيم المشاركة بهذا المكتب حسب ما اتصلت به فيما بعد، وأخبرتني ديمة في الرسالة أن الدكتورة حياة رفضت كذلك. الدكتورة حياة كانت مسافرة، فيظهر أن العرض على الدكتورة حياة كان يوم الثلاثاء يعني قبل الأربعاء وقبل الخميس قبل أن تسافر خارج الأردن. إذن فهم عرضوا على سيدتين وقد اعترض على أن العدد كثير، أو على سيدة وارتفعت الحرج، وعرضوا على غيث لمعاني بأن يكون عضو، أنا عرضته فقالوا ربما لا يوافقوا، وكان هذا ترتيب موجود في يعني في الخفاء. لا ليس هناك تفسير إلا أنهم ربما كان هذا الترتيب بظن أنني بالمحصلة سأرفض الموافقة على كل الأحوال، وبالتالي لا بأس من العرض المستمر والدؤوب والزيارات الدائمة، لكن نحن نعرف ربما هك يعني لا أجد تفسيرا يعني في وقت المفاوضة تكليف المراقب العام عن قرب وأنتم تتحدثون قبل التكليف بأيام. من المعترضين مثلا المهندس علي أبو السكر والمحامي علي أبو السكر، وكان ممتعضا جدا من إجراءات الإخوة في الأيام هذه المذكورة السالفة، وكان يأتيني ويراجعني، بل حاول أن يرتب لقاء في بيته لحل الإشكال، واتصل بالأستاذ حمزة منصور وتقريبا رتب لقاء وأبلغني بإمكانية الحضور، لكنه اتصل بعد ذلك يقول للأستاذ حمزة منصور أنهم رفضوا أن يحضروا هذا الاجتماع، وبالتالي ما حصل لقاء في بيت علي أبو السكر. طبعا تبين لي فيما بعد أنهم كانوا يتصلون بالمحامي علي أبو السكر وعرضوا عليه أن يكون عضوا في المكتب، وسبق أن عرضت اسم علي أبو السكر عليهم في جلسات سابقة ونصحوني بأن لا يكون علي أبو السكر في المكتب التنفيذي، يكفي هنا على كل حال دون تبرير أنا بالنسبة لي على الهواء. فكانوا قد عرضوا على علي أبو السكر قبل أسبوع من تاريخ الاستحقاق، يظهر ربما يعني قبل أيام عديدة، واشترط عليهم أن يكون نائبا للأمين العام. ثم بعد الانتخابات أصبح علي أبو السكر نائبا للأمين العام لحزب جبهة العمل. يعني حصل ما اشترطه وقبلوا ما أشعروني أن هذا غير مقبول. فعندي علي أبو السكر، مهندس علي أبو السكر، وعندي الأخوات ديمة طهبوب، وعندي حياة المسيمي ثنتين كانت ربما تكون وأنا تمنيت أن تكون ثلاثة من السيدات في المكتب فعلا، وأرى هذا وأرى أن يكون ثلاثة من المستقلين
ليكون الحزب حزبا، لكن على كل حال هذا الذي حصل. ثم الأخ غيث المعاني الذي رفضوه، إذن أصبح هل محتمل يكون لأنك تأخرت في الرد على الدكتور همام أنهم ظنوا أنك لن تقبل فمضوا قدما في الخط لو الآخر؟ كان هذا الإجراء يوم الخميس فقط أو يوم الجمعة فقط لربما يعني صدقت النية، لكن على كل حال الدكتور همام كلمني يوم الأربعاء وأنا أجبته يوم الخميس، أنا ما ذنبي بكل هذا التأخير. ثم ليتهم عرضوا أننا يعني خلاص خيارنا الآن ليس أنت، ما في حاجة لهذا الموضوع. على كل حال الآن صار يوم الجمعة، دخلنا إلى يوم الجمعة صباحا، وفي يوم الجمعة لم يتصل بي أحد، ولا الدكتور همام لم يتصل بي لا سلبا ولا إيجابا، وأنا ظننت أن المشكلة كانت هي موافقتي هكذا يعني. وأنت وافقت الآن؟ وأنا وافقت، فظننت أنهم الآن انحلت المشكلة وهم سيستبشرون بها وهكذا، ما في تفسير إلا على هذه الشاكلة. يوم الجمعة طبعا مساء حضرت زفاف ابنة أحد الإخوة، ابنة علي أبو السكر نفسه، فحضرت إلى الحفل، فالغريب أنني لم أجد أحدا من هؤلاء الإخوة المعنيين بالمسألة في هذا الحفل. والمحامي علي أبو السكر صديقهم وأخوهم وقريبهم وابن الزرقاء، ولم أجد أحدا منهم، وهذا غريب، هذه حالة غريبة. أثارت التساؤل عندي أين هؤلاء الإخوة. كان يجلس بجانبي شخص صديق لأحدهم، فقال سألت وين فلان وفلان، وين الشباب؟ قال يظهر أنهم في اجتماع الآن، ربما يكونوا في اجتماع، وربما كان لديه معلومات لكن لا يريد أن يقولها بشكل صريح. أنا فهمت هذا وفهمت أنه حقيقة أنهم في اجتماع. على كل حال غادرنا يوم الجمعة مساء وأنا وصلت بيتي، والصباح السبت الآن اللي هو 16/8/2014 موعد اجتماع مجلس الشورى النهائي لاختيار الأمين العام. بعد صلاة الفجر، بعد الساعة السادسة، رجعت من صلاة الفجر، أصبحت الآن الساعة 6:05 ربما، وإذا بالأخ أحمد الزرقان يتصل بي على الهاتف. أجبته، قال يعني بكلمات مجاملة، وأنت الأخ الأكبر وأنت الأخ الكبير وأنت الأخ، لكن الشباب متفقين مع الأخ محمد الزيود وأحرجوا معه ووعدوه وأحرجوا معه، فبالتالي هو خيار الأمين العام، وحتى يعني دندن حول هذا الموضوع. فقلت له وهذا شهادة قلتها رويتها في مواقع أخرى، قلت بعد أن أغلق الهاتف معك سأسجد لله تعالى شاكرا أن أنقذني من هذا الموقع، لكن يا أخي هذا الفعل غير مقبول خلقا ولا قيما ولا دينا ولا حزبيا ولا، هل ركضت خلفكم أو خلف أحد؟ أنا رجوت كل من اتصل بي أن نبحث عن شخص آخر، وطبعا أنا عندي خلفية الاتصالات اللي ذكرتها قبل قليل اللي ذكرت لك طرفها، وأنا لست راغبا يعني هو الذين ألحوا، طبعا هو الذين ألحوا، هذا معلوم ولا يستطيع أن ينكره أحد فيهم على الإطلاق، وهذا موقف معروف. فكان بإمكانكم أن نخرج هذه الحالة بأفضل من هذه الصورة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف بها يعني بنفس الطريقة، هذا تصرف غير مسؤول، وهذا أخشى أنه سيبنى عليه يعني نتائج سلبية سيئة، ويعني دار حديث بيني وبينه في المسألة. وأنت رئيس للفريق، لفريق الكولسة أو فريق المجموعة، وأنت عضو في المكتب التنفيذي للإخوان، فما شأنك بهذا إذا كنت، وحتى أنت رئيس للفريق وتأتي تفاوضني وقبل 3 ساعات من الجلسة 10:00، وإحنا الآن تقريبا 6:30 أصبحت بعد الحوار. هل تأكد لديك أنهم كانوا في اجتماع بالليلة السابقة؟ طبعا يقينا هذا ما رشح بعد ذلك، وحسموا أمرهم. على كل حال الآن الصباح السبت فاتصلت بالمراقب العام، في حينها لم يجب، كان الوقت مبكرا الآن 7:00-7:30، اتصلت بمرافق المراقب العام فقال لي أنا فور أن أصل إلى بيت الشيخ إن شاء الله سأكلمك، وذهبت فالتقينا مجموعة من الإخوة من أعضاء مجلس شورى الحزب في صباح السبت قبل الموعد، قبل موعد 10:00 يعني،
ووضعتهم في الصورة. اتصلت بالأستاذ جميل أبو بكر وقلت له يعني آمل أن أراك الساعة 8:30. قال والله عندي مراجعة للمستشفى، إذا ما في ضرورة يعني. قلت له والله في ضرورة، في معلومات جديدة هي كذا وكذا. قال لا لا يمكن، مش معقول. قلت هذا اللي حصل، معقول مش معقول هذا الذي جرى. المهم باختصار التقينا مجموعة من الأخوة من أعضاء مجلس الشورى، كان عددنا حوالي ربما 20 في حينها. وفي هذا الوقت اتصل فضيلة المراقب العام وسألته كيف حالك يا أبو موسى؟ قال والله حالي سيئة أو حالي زفت، يعني أسف على التعبير، أو حالي سيئة. أنا استدعيت الأخ محمد الزيود وبالمنطق الأخوي اقتنع بأنه القصة محسومة عنده الآن، أن لا يترشح لموقع الأمين العام في ظل كل هالتفاهمات والتوافقات، فخرج من عندي موافقا على أن لا يترشح. هذه رواية المراقب العام. لكنه لما ذهب إليهم أو إلى الشباب أو إلى ما أدري شو التعبير اللي استخدمه، غير رأيه، وبالتالي كانت المشكلة انتهت. ربما تكلمنا بعض الأشياء، قلت له والله أنا لا أدري الآن من الذي يعني يحرك المشهد. غريب يعني إذا كنت أنت كارها، وإذا كان الأخ زكي، وإذا كان تقول للأخ فلان زعلان، والأخ طب من يحرك هذا؟ والله أنا في من خوف، يدير الإخوان، أنا في خوف شديد يعني من الحال. على كل حال انتهت المكالمة، هذا الذي حصل. فذهبنا باختصار قبل 10 إلى الجلسة، جلسة مجلس الشورى، وأشار الإخوان المجتمعون بأن أوضح صورة التفاهم والجلسات واللقاءات لمجلس الشورى قبل أن يتم الانتخاب. وبعدها أغلب الحاضرين قالوا عندها نحن سنخرج، واللي اختار الإخوان أمين عام، لكن سنسجل احتجاجنا على ما جرى. فعلى الأخ أبو هشام أن يبين الصورة أمام مجلس الشورى، وعلى الأخ أبو عاصم حمزة منصور كونه الأمين العام الذي لا يزال أمينا عاما حتى تلك اللحظة لأنه لم يختار أمين عام، كذلك أن يوضح ما يعرفه بهذه المسألة. فذهبنا إلى جلسة المجلس. أصر رئيس الجلسة على أن نبدأ بالانتخاب فورا. تم الاعتراض على البداية فورا لأنكم رفعتم الجلسة في الأسبوع الماضي من أجل التفاهم، نريد أن نفهم ماذا جرى في التفاهم قبل أن تدخلوا في الانتخابات. وبعد جدل شديد قال طيب خلي الأخ أبو هشام يتكلم 3 دقائق عما جرى. حاولوا معه 3 دقائق، شلون بيعطي صورة 3 دقائق؟ في شهور بل في جهود في كذا. بالأخير قال طيب 10 دقائق. قلت يا أستاذ يا دكتور، يعني من حكم عليه بالإعدام يعطى فرصة للصلاة، يعطى فرصة للوصية، يعطى فرصة بكل أنظمة البشر يعني. فأنا سأتكلم آخر مرة، ويعني هذا للحقيقة وهذا للتاريخ وهذا للمصلحة، سأوضح الصورة. أنا ما أدري 10 دقائق يعني من أين يعني، هذه قصة طويلة ولابد من جمل مفيدة ومن صورة غير مجتزأة. باختصار تفضل، فتكلمت في المجلس فعلا 38 دقيقة وأنا على عجل أقلب الأوراق المكتوبة، وأنا من عادتي أن أدون بعض الأحداث، وربما قدمت صورة ليست كافية. لكن على كل حال يعني كان يستعجلني بعد 10 دقائق، بعد الربع ساعة قضيت كذا قضيت. المهم ربما أكملت الصورة مع السرعة في البيان. وذكرت آخر ما ذكرت هو اتصال الأستاذ أحمد الزرقان قبل 3 ساعات 4 ساعات بأن بلغني قرار العزل، هذا القرار المفاجئ الذي أحفظ في الذاكرة قرارا شبيها له في 2005 بلغ فيه الدكتور عبد اللطيف عربيات أنك لم تعد أنت الآن سيكون المرشح لأمين عام الحزب وليس أنت يا دكتور عبد اللطيف. يعني في تكرار للسيناريو. نعم أنا أذكر هذه في 2005، وكان هذا التبليغ من أحد الإخوة الآخرين جاءه احتراما لك وتقديرا. التقينا الآن مجموعة أكثر من 51%، والاختيار سيكون الأخ زكي بن رشيد، وبالتالي أنصحك لو لم. فأنا ذكرت هذه الصورة يعني على كل حال، فذكرت الموضوع.
الآن طلب الأستاذ حمزة منصور الآن طلب رئيس مجلس الشورى من الأستاذ أحمد الزرقان أن يأتي إلى المنصة وأن يتكلم. فطبعا إيش معنى هو؟ فخرج الأستاذ أحمد الزرقان وتكلم 16 دقيقة حسب قول رئيس الجلسة وأنا أسمع. قال الأخ أحمد الزرقان معظم ما ذكره الأخ أبو هشام صحيح، لكن في يعني هو اشترط موضوع حل موضوع زمزم، يعني تذكر بعض الأحداث لكن معظم ما قاله صحيح على كل حال. وهذا اختيار الإخوة، وهذا ما في حدا يفرض رأيه على مجلس الشورى، أصلا كان الأمين العام يختار بقرار مجلس الشورى الإخوان، الآن أصبح يختار مجلس الشورى الحزب ولا علاقة للإخوان بالمسألة هكذا. فانتهى من الحديث. الآن استأذن الأستاذ حمزة منصور مؤشرا بنقطة نظام، يريد أن يتحدث في مسألة فيها تجاوز على نظام الإدارة في الجلسة، وحاول معه الآخرون للسماح للأستاذ حمزة منصور أن يتكلم، وهو لا يزال الأمين العام للحزب حتى اللحظة. لم نشرع بانتخابات الأمين العام، لكن رئيس الجلسة الدكتور عبد المحسن رفض أن يسمح للأستاذ حمزة منصور الذي قضى منذ تأسيس الحزب أمينا عاما أو رئيسا لمجلس الشورى أو عضوا في المكتب التنفيذي، ربما لم ينقطع بهذا، هو المعروف بأدبه والمعروف بحكمته والمعروف، لكن لم يؤذن له بأن يتحدث ولا دقيقة واحدة ولا ثلاث دقائق حتى. وبالتالي وقف الأستاذ حمزة وغضب الكثيرون، وخرجنا من الجلسة حوالي 28 عضو من أعضاء الشورى، ثم استكملوا هم انتخاب الأمين العام بالتزكية والمكتب بالتزكية والمحاكم وخارج، وبعد أن خرجنا جميعا محتجين على ما جرى في هذه الممارسة. لست معترضا على أن يختار الإخوة مكتبهم، لكن الاعتراض فقط، بالعكس أن هذا يعني يحقق ما أردت أنا شخصيا على الإطار الشخصي، لكن الاعتراض هو على الآلية وعلى المنهجية وعلى الأسلوب وعلى القيم التي اهتزت اهتزازا كبيرا، وهي أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. ولذلك أصبح عندنا الآن مكتب تنفيذي ويقود الحزب، ويحاول أن يتصل ببعض الإخوان ويزور بعض الإخوان ويشرح، وبرضو المكتب التنفيذي للإخوان يحاول أن يزور الشعب ويعني يقدم الصورة بصورة لينة مقبولة. طيب، معقولة. الآن بقيت لنا دقائق معدودة، 4 دقائق فقط، وننهي هذه السلسلة من المراجعات. أين أنت الآن؟ ما الذي سيحدث؟ أنت والإخوان، ما الذي سيجري؟ نعم، الذي بعد هذا الفصل لا شك أن دماء جديدة الآن دخلت إلى الخلاف للأسف، ودخلت إلى مؤتمر إربد، مجموعة من الإخوان عقدوا مؤتمرا قبل شهرين أو ثلاثة للإصلاح الوضع الداخلي في الجماعة، ثم قدموا ما أرادوا للمكتب التنفيذي وأعطوا المكتب التنفيذي فرصة. دخلت لجنة المسائل الحميدة، أجلوا انتظارا لأن لجنة المسائل الحميدة ربما هي ستحل المشكلة، فسكت هؤلاء عن مؤتمرهم، عن تكرار المؤتمر. برضو سمعنا أن مؤتمرا سيعقد بالكرك ونحن في لجنة المسائل الحميدة، فطلب مني الإخوان ومن إخوة آخرين أن نسعى لدى الإخوان في الكرك أن لا يعقد هذا المؤتمر لأنه سيشوش على الجماعة، وفعلا تدخلنا بهذا ولم يحصل مؤتمر في الكرك حتى اللحظة. لكن بعد ما جرى في الحزب الآن عادت القضية جذعة كما يقولون، تفجرت من جديد، وعقد لقاء ثاني أو اجتماع ثاني لما أطلق عليه مؤتمر إربد في عمان، وفي هذه المرة كان أكثر عددا وربما أكثر يعني طلبا من السابق. ربما لا أوافق على كل ما طلب المؤتمر خاصة بعض القضايا المحددة، لكن لا شك هذا مؤشر على فقدان الأمل بإمكانية الإصلاح الداخلي، والآن الوضع متوتر. طيب، في سؤال يعني محير هنا، هؤلاء الذين يمثلون الدولة العميقة في داخل تنظيم الإخوان أو من يقال يوصفون بالشباب، هؤلاء لولا أن لهم دعم جماهيري في قواعد الإخوان لما كان لديهم كل هذا النفوذ. إذن ألا يمكن اعتبار أن نفوذهم هو تعبير صادق عن توجه القواعد؟
نعم، لو كانت هذه الحالة فلا يصح الاعتراض عليها، ونحن أولى الناس بقبول الرأي، رأي الأغلبية، نحن أولى الناس بذلك. وإن كان عمليا ثبت أن رأي الأغلبية البسيطة غير كافي، بل حتى الأغلبية الكبيرة، فالأغلبية الكبيرة اختارت حماس في غزة ولم يمضي هذا المشروع حتى اللحظة. الأغلبية الكبيرة اختارت مرسي رئيسا بست مرات لتأكيد هذا الاختيار ولم يستطع الاستمرار. لكن في الحالة لا، لكن في الحالة على كل حال، لكن عندما يكون يعني بصوت من هؤلاء يضربون، هذا يرجعنا إلى جزء كبير من المراجعات السابقة، أن المعلومات التي تضخ والتحشيد الذي يضخ وهناك أسباب أخرى تفصيلية تحمل جمهورا كبيرا من الإخوان أو من أعضاء الحزب إلى القناعة بفلان وعدم القناعة بأولئك، فهذا مشكوك في صدقه، مشكوك في ولائه، في انتمائه، ربما بحبه للقضية الفلسطينية دعمه لها أو أقل من ذلك، أو فلان أكثر دعما، هذا قال كذا، هذا عليه، كل هذا طبعا متأثر. وكما قلت، يعني أنا قلت أنه في بيان في 11/7/2006 كأنما هو حدث 11 سبتمبر، وهذا يوظف في أكثر مكان، قلت كذا في يوم كذا، كتب فلان مقالا بالمسألة الفلانية يوم كذا، نحسب نتوقع، أن هذا كله يوظف للأسف، للأسف في في في, في الخفاء لتقديم فلان أو تأخير علان، هذا مؤثر على المعادلة. وإلا طبعا في عندنا قضايا مقدمة للمحكمة، يعني في ماركة مثلا قضية كان هناك شبهة في أن أحد الإخوة دفع اشتراكات عن مجموعة من الإخوان في شعبة ماركة وجرت الانتخابات، وبالتالي طبعا كان تنافس عدد من الإخوة على موقع العضو مكتب العضو مجلس الشورى في المنطقة، ودفع أحد الإخوة مبالغ من المال لتسديد اشتراكات، وبالتالي حسمت المسألة. أنكر هؤلاء الإخوة، تشكلت لجان تحقيق كثيرة لم تخرج بنتيجة. أخيرا القضية حولت إلى المحكمة الأولى، المحكمة الأولى حكمت على أحد الإخوة بتجميد 6 شهور، وعلى أخ آخر ب3 شهور، وأخ آخر ترك الإخوان لئلا يصدر عليه حكم، وهذا بالمحكمة التي هي كل هذه المحكمة الأولى الابتدائية هي محسوبة على جناح الإخوة في القيادة الحالية، هذه حقائق موجودة. طبعا أخ آخر يأتي مثلا يقول أنا جاءني فلان باسمه وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وقال لي لا تختار فلان بالاسم، لا تختار فلانا، والملقن هذا المطلوب منه أن يغير قناعاته محسوب على الجناح القيادة وليس على جناح الحمائم، وكلمني أخبرني بهذا قبل أقل من 10 أيام من هذا التاريخ، وأنا أسجل وأحترمه وأقدر له. فقال استغربت، ما هي هذه العقلية التي تأتي أمثالي وقد جاوزت 70 أو اقتربت من 70 ليلقنني أن لا أختار فلانا؟ هي الوصاية، يعني كيف وهذا الشاب وكيف تصل به الجرأة أن يكلم أمثالي، وأنا كنت من الإخوان قبل أن تلده أمه، ولازلت محافظا ولازلت مسؤولا في الشعبة ونائبا للشعبة، أن يأتي لا تنتخب فلانا وانتخب علانا في حالة مرضية موجودة. كل حال أستاذ سالم فلاحات، أنا شاكر جدا على الوقت الذي أعطيتنا إياه، سنحاول بإذن الله تعالى أن نرتب لقاء على الهواء بعد انتهاء عرض هذه المراجعات، في الحالات التي ننجح فيها يتلقى الضيف مكالمات إما هاتفية أو رسائل عبر الفيسبوك استفسارا أو تعقيبا عما ورد في المراجعات، فنأمل أن نلتقيك في لندن إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى يسر إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى، ولعل الأمور تكون أفضل حينها، ونرجو أن نكون هذا ما قدمناه بهذه المراجعة فعلا من أجل مصلحة وليس انتصارا لهوى ولا انتصارا لنفس. وأنا أؤكد أنني رفضت الظهور في أي وسيلة إعلامية محلية أو خارجية للحديث عن الخلاف عن هذا الشأن الداخلي، لأن الأجواء غير عادية، ولو كانت عادية فلا مانع من الحديث، ونحن نختلف ونتفق فما بأس بذلك، لكن ربما الظرف لا يحتمل حتى اللحظة، وأرجو أن لا أضطر الحديث في وسائل الإعلام، وأتأمل من إخواني أن لا يجبروني ولا يلزموني بالحديث في وسائل الإعلام، سيما بعضهم يظهر في وسائل الإعلام المحلية ويتحدث عن هذه القضية بروايته التي لو رددت عليها لا أحدثت مشكلة أمام السامعين، وهذا هذه خسارة بكل الأحوال. نأمل أن تستقيم الأمور حين نلتقي ثانية. إن شاء الله تعالى نأمل ذلك بإذن الله. بارك الله فيك.
يعني هون احنا كتير كتير عم نعاني اكتر من سوريا كمان. يعني صحيح انه طلعنا من تحت القصف بس هون كمان عانينا شيء يعني لا ينوصف ولا ينحكى، يعني ما بيقدر يسمع فيه العقل، يعني صابنا انهيار عصبي. اخر يومنا نشرب مية الوسخة هاي، هلا بهالنبع بنشربها مية الوسخة.